ان الموضوع ينتهي بخلاف او تصميم حد على رايه، لا، الكل واحد الاطروحات كلها بتتواجد، وكل واحد بيقول رايه، وكل واحد بيقول اللي عنده، وفي حاله قناعه الجميع بما فيه بما هو صالح للبلاد وصالح للناس وصالح للمواطن، لا كلنا بنبقى في هذا الاتجاه، ما فيش حد بيصمم على رايه ابدا، ودي السياسه اللي بتنتهجها اللجنه بصفه عامه. يعني انتوا مش هتزعلوا الوزير لا لا مثلا؟ لا، مش هنزعل، مش القضية ان احنا ده رايحين نسيب. نراضي الوزير، لا، القضية رايحين نتخذ القرار اللي فيه الصالح، اللي فيه صالح الناس وفيه صالح الوطن، مش قضية ان احنا رايحين نراضي الوزير. لا، طب ما هو زي ما حضرتك شفت ما اكم من انه المواضيع. حضرتك بتقول انه يعني الغالبية العظمى من المصريين انا بقول مع لسعادتك هذا على حاجة، القرار، اما يجي ضد الوزير هذا القرار ويقول عفوا. الحجة بتاعته، وانا بقول لو هنجربها كتجربة في القاهرة ونشوف رد فعلها، لان النهارده من حق اي مواطن انه يقول رايه. البلد بتاعت الكل الفتره اللي احنا بنعيشها حاليا، شايفين البلد بتاعت الجميع، شايفين محافظ بيتقبض عليه، شايفين الدنيا ماشيه ازاي، كل واحد يقول رايه، ويقول رايه بادب وباخلاق، واذا لقينا ان صالح البلاد ان تتلغى هذه التجربه، تتلغى هذه التجربه، لقيناها بتحقق، مش لقله، مش لعدد قليل، لان برضه مش هتهم اي حد، المصريين كلهم مؤمنين، والمصريين كلهم من البلاد المؤمنه واللي عارفه ربنا، هي مصر، هي بلد الاسلام، عشان سعادتك تبقى العلم. انما في بعض، البعض ممكن يكون الصلاه بتضايقه، مش عارف ايه بتضايقه، الى ان يصلح الله ربنا سبحانه وتعالى من شانه. زي ما بقول لسعادتك كده، لا، مش هنسمع ليه لا مش حكايه الاصاله بتضايقه، يعني في ناس يعني بتتاذى من الاصوات العاليه. انا بقول لا، يعني حضرتك يعني اكيد يعني بتروح مناطق عشوائيه انا بقول ومناطق لسعادتك شعبيه طبعا، وبتلاقي مثلا 60 زاويه في لكن مربع لكن واحد. لكن حضرتك الكلام كله ما بيستغرقش في الاول وفي الاخر دقائق. حتى الدقائق انا دي يا ساتر اللي هو حتى هي الدقائق دي الترغيب، ما هي يعني بتضر ناس. ترغيب يعني لو مثلا منطقة شعبية فيها شارعين ثلاثة، الشارعين ثلاثة فيهم خمس ست زوايا، خمس ست ميكروفونات، خمس ست مؤذنين، يعني دي مشكلة.